بس شوفوا انتوا واخدين بالكم من القمح شغال ازاي، واخدين بالكم الجمال بتاع، بصوا اللون وبصوا الشكل وبصوا الخير اللي موجود، بغض النظر عن ان دي تبع مبادره ازرع ولا لا، بس انا بكلم حضراتكم على فكره الارض دي، يعني الخير اللي موجود. والله بيقولوا له الله يرحمك يا مليجي، فاكرين ما الفنان محمود المليجي في الارض لو عطشانه، لما كان الانجليز جم ياخدوه من الارض فراح ماسك الجدر بتاع الارض كده ومتماسك، فيلم الارض وبتاع، انا لسه بمسك البتاع كده، واحد من حبايبنا قال لك الله يرحمك يا مليجي، مليجي مأثر عليهم هنا خالص، يعني هنعمل ايه؟ بس شكل الحاجه دي، الارض الزراعيه والفلاح والحاجات بتاعه الفلاحين اللي ورا، حتى ابو قردان يا اخي، ابو قردان تحس ان في خير كده ونماء ولا اخره. يعني دي جزء تاني زي ما بقول لحضراتكم كده، بقول لك لازم ترميه ايه؟ صح كده يا فرد؟ صح كده؟ واحده يمين، واحده يمين، واحده في الصدر، واحده شمال، كده. انا غلبتك يا عم محمد حبيبي، ما تضرب واحده يمين، حاضر، اضرب واحده يمين واحده في الصدر. لا ما ضربش في الصدر، لا ما ضربش في الصدر ده حبيبي يا عم محمد. ده بقى جيزه 171، صح يا عم محمد؟ بتعمل ايه بقى يا عم محمد بعد كده؟ نعم، هتعمل ايه بعد كده بقى؟ بعد كده الارض هتاخد وش درفيل وتنخط على 120، يبقى صف المصطبه متر. تعال قرب قرب ليا بقى، من القلبيه لازم يكون الفرق بين الاثنين اللي بيبدروا 5 متر. يعني انا ما ينفعش ابدر عشان نقابل بعض، ما ينفعش ابدر جنب، يبقى ما فيش فواصل، لان بنركز في حته واحده، ما فيش فواصل، ما تبقى بيني وبينك بالند. تمام. بعد البدر بقى حضرتك بتقول لي بنعمل ايه؟ بتاخد الارض وش درفيل، تنعم وتداري الحبايه، منها تنعم وتداري الحبايه، وش درفيل يعني وتساوي الارض، وش درفيل اللي هو بيجي بيتقلب بالساكن تاني، واخد بال حضرتك؟ وبنجيب الخطاط يتعلق في الجرار، من القلبيه للقلبيه، 120 خطاط اللي يعمل خطوط، ايوه، خط وليكن مثلا من هنا، لهنا، هي باينه ان في دول ال 120 بتوعي، خدت بالك من القلبيه للقلبيه، يبقى الصافي عندي على الظهر متر. ايوه، انت ليه بتزرع القمح؟ يعني ليه ما تزرعش محصول تاني؟ انا بفضل القمح عن اي محصول. في تسهيلات شويه من بعض المبادره بتاعت ازرع دي، والشكاره اللي انتوا بتاخدوها دلوقتي مثلا بسعر اقل من السوق، هم مديهم كده عشان يشجعوكم، اللي بتشجعنا، ان هي في الشكاره بره ب 500 وكاس، انت بتاخدها ب 200 وي، مش كده؟ ربنا يبارك لك يا محمد، الله يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك لك، تعال بقى نشرب شاي بقى.